أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بطولة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله، بطولة الضاحية العسكرية للضباط مسافة 4 كيلومتر والرماية السنوية، وبطولة شد الحبل العسكرية للوحدات لعام 2016 بحضور سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي. وقد فاز بكأس صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعام 2016 القوة الخاصة الملكية. وبهذه المناسبة ثمن معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود القائمين على تنظيم منافسات البطولة، مهنئا معالي جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي ظهروا بها خلال منافسات هذه البطولة. وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن قوة الدفاع لن تألو جهدا في دعم الرياضة العسكرية وسبل تطويرها، مضيفا بأن عجلة التطوير في هذا المجال الحيوي مستمرة. وقد ألقى العميد الركن داود حسين المانع أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالدعم الكبير والرعاية الحثيثة التي تلقاها الرياضة العسكرية من قبل القيادة الرشيدة وبمتابعة المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى رأسهم معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وفي ختام الحفل قام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتوزيع الميداليات والجوائز التقديرية على الوحدات الفائزة في بطولة الضاحية العسكرية ومسابقات الرماية السنوية وتسليم كؤوس المراكز الأولى لقادة الأسلحة والوحدات الفائزة، حيث أعرب معالي عن تقديره لجميع المشاركين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة. Yeah.